السلام عليكم طلاب، بهذا الفيديو راح اشرح مادة التشفير. راح ناخذ النوع السابع من انواع التشفير اللي هو البيوفورت سايفر. البيوفورت سايفر يشبه النوع اللي اخذناه بالفيديو السابق اللي هو البولي الفابيتك سايفر، اللي هو كتبنا البلين وكتبنا الكي وورد بصوره مكرره وقطعناهم حسب جدول اللي هو هذا الجدول الفيجن، مثل ما تلاحظون هاي عمليات التقاطع اللي سويناها بالفيديو السابق. امين هنا هم راح نسوي عمليات تقاطع ولكن بصوره مختلفه بالبيوفورت. همين راح ينطيني ايضا عندي بلين وايضا عندي سايفر راح استعملهم بعمليه التقاطع. خلينا نكتب هنا عندي البلين مالتي البلين تكست، حينطيني هم يعني حناخذ نفس المثال اللي اخذناه بالفيديو السابق. ناو از ذا تايم فور اول جود مان، وعندي الكي وورد اللي راح استعملها بعمليه التشفير اللي هي كمبيوتر. ايضا راح نسوي نفس الخطوات اللي سويناها بالفيديو السابق اللي هي عمليه المقاطعه. هم راح نكتب اول شيء نكتب البلين تكست مالتنا. Now is the time for all good men. هاي نفس الخطوة سويناها بالفيديو السابق، هسه هم راح نسويها ولكن نفس الطريقة راح نكرر، عفوا ماكو لكن، المهم راح نكرر الكمبيوتر. راح نكتب سي او ام بي يو تي اي ار، نكرر سي او ام بي يو تي اي ار، سي او ام بي يو تي اي ار و سي. نفس اللي سويناه بالفيديو السابق بعملية البولي الفابيتك، ولكن عملية المقاطعة باستعمال الجدول راح تكون مختلفة. طبعا ما بهالحالة ما نقدر ناخذ الكي وورد، يعني ما نقدر ناخذ السي نقول روح للان، لأنه راح يكون عندي غلط. لازم من البلين نروح للكي، يعني حيكون الاتجاه مالتي بهذا الاتجاه. حيكون من الان للسي، من الاو للاو، من الدبليو للام، وهكذا. شلون حنقاطعهم هنا؟ اول شيء عندي حيروح من الان للسي. خلينا نجي هنا، ها هو حرف الان. هي انا هذا هو حرف الان. راح ننزل اما ندور اما نلقى، قبل كنا نقاطع هيك، يعني كان عندي هنا واحد وهنا واحد ونقاطعهم بهاي الطريقه. هسه راح نروح من الان ننزل حتى نوصل لحرف السي. ننزل 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 ننزل، هي يعني وصلنا حرف السي اللي هو لازم يتقاطع وياه الان ويا السي، ونروح الى اقصى اليسار. اقصى اليسار اقصى اليسار، اذا بي، اذا بي هو الناتج. اذا اول ناتج حيكون عندي بالسايفر هو حرف البي. خلينا ناخذ مره اللوخ الاو ويا الاو. نبدي هنا هاي الاو، هاي الاو مالتي، خليني اقرب شوي عليها تشوفوها. هاي عندي هاي الاو، لازم ادور هنا على حرف او، حنظل انزل لما القى حرف الاو. وين حرف الاو؟ يمكن عبرته ثواني. هاي الاو او 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 حرف الاو لازم يكون ويا حرف الاو، اتوقع لازم يكون يعني ويا نفسه، فحيكون عفوا راح يكون ويا نفسه. الاو حتتقاطع ويا الاو نفسها وتروح على اليسرى، اذا الناتج حيكون عندي حرف الاي. العفو نسيت هاي، انه اي حرف يتقاطع ويا نفسه ناخذ اقصى اليسار، الاو حياخذ نفسه ويا الاو ويروح جهه اليسار وحيكون الناتج عندي حرف اي. فعندي ثاني حرف هو اي. عندي هسه دبليو ويا الام، حنجي هنا نشوف هاي هي الدبليو، نظل ننزل 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 لما نوصل الى حرف ال ام. هاي الدبليو هيانا فوق، ننزل 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 لما نوصل حرف الام، وراح اروح الى اقصى يسار نظل نمشي هيجي لما نوصل لكيو، واذا الناتج مالتي هو كيو. خلينا ناخذ بعد حرف رابع حتى تصير واضحه عندكم الفكره. الاي ويا البي، خلينا ناخذ عفوا ذني، نحط الاي ويا الار، الاي ويا الار ونشوف ايش يطلع عندنا. اي هذا هو حرف الاي، نظل ننزل لما نوصل الى حرف الار، هذا هو حرف الار، وراح نروح الى اقصى اليسار من هنا، اذا الناتج هو ان.
وهكذا نظل نقاطع بهم من البلين الى، يعني نروح منا الى هنا بهذا الاتجاه مثل ما سويتكم هنا سهم، ونقارن نقاطع بيناتهم باستعمال جدول الانفجنير الموجود بصفحه 3 بالملزمه. نقاطع شلون؟ نروح من الدبليو مثل ما قاطعنا هنا الدبليو ويا الام، رحنا من الدبليو نزلنا دورنا على حرف الام، لما وصلنا على حرف الام واخذنا اقصر يسار، لما وصلنا الى الكيو اللي هي ناخذ الحرف الموجود باقصى اليسار اللي هو كيو، اللي هو راح نستعمل اللي هو هيكون الناتج. هاي هي طريقه البيو فور، طبعا طريقه بسيطه وسهله تعتمد على قاطع البلين مع الكيورد، ونستعمل جدول الفيجنير بس الطريقه تختلف عن طريقه البولي الفابتك. هنا ينتهي هذا الفيديو واتمنى استفاديتم من عنده.